الذي يقول هناك بشر قبل آدم ليس عنده دليل، والذي يقول ليس هناك بشر قبل آدم ليس عنده دليل. طيب، لكن المعروف أن الله تبارك وتعالى قال للملائكة إني خالق بشرا من طين. طيب، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يظهر من الآية أنه لم يخلق قبله بشرا، لأن الملائكة استغربت، قال أتجعل فيها من يسجد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فدل على أنه لم يخلق قبلهم البشر. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ولقد خلق الإنسان من صلصال من حماء مسنون. طيب، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالإنسان أول خلقه آدم الظاهر، فآدم هو أبو البشر، لذلك يقال له أبو البشر. فأول إنسان خلق هو آدم، وليس قبله ناس، لكن قبله جن، الجن مخلوقون قبل الإنس. أما أن يقال بشر غير آدم في أماكن أخرى لم يثبت هذا، العلم عند الله جل وعلا. مسح اللي على ظهر سيدنا آدم، إيه، لما مسح الله على ظهر آدم عليه الصلاة والسلام أخرج ذريته، هذا اليوم حنا نحن ذرية آدم. طيب، وإذا أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيدنا. هذا ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه ما في غير آدم أبدا، هذا الكلام غير صحيح أبدا. وإنما هذا عند الشيعة وغيرهم في كتاب الكافي أنه غير آدم هذا في 70 آدم، وهؤلاء 70 آدم كلهم لا يعرفون خلق رسول الله لم يخلق، ويتبرؤون أبي بكر وعمر، وهذا لحقدهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن هذا الكلام طبعا باطل لا شك في هذا، فهذا كان الظاهر مأخوذ منهم، يعني انتشر بين الناس منهم، لكن صحيح أنه لا يوجد إلا آدم واحد وأولاده فقط ذريته سمح.